السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة وصفحة أثاث ثقة. كما دايما اليوم جينا ندير لكم فيديو على ان صالون اللي غاب وعاود ولا بقوة خاوتنا لصالون البيلوت اللي راح يشرحونا الأخ حليم بعد هاد اللمحة خاوتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، كما عودناكم دائما بالجديد كما قالكم خويا عبدو الصالون اللي هو معروف بمحل أثاث ثقة اللي غاب وانا جبناه لكم واللي خرج قوة الله يبارك. بعد ما شفتوا البيلوت في السابق عاونا وفرناه لكم وخدمة توجو نخدموها بخدمة بتقول الله يبارك توجو نخدمو المطا تاعو تخدم بالديترونت لا كاركاس تاعو تخدم بالبوروج وليبي توجور يخدمو بالآد والآد هنايا ليبي خاوتنا بفلاماج خرج قوة الله يبارك خاوتنا توجور هاد البيلوت يخدم في ست بلاص عندك طروا بلاص تاعو هاديك خاوتنا حاجة منو على رافع الظهر تاعو مخدوم قاع بالأونتيطاج خدمة وتقول الله يبارك هاي خاوتنا المطلة تاعو توجو تخدم بالديترونت الكودوا تاعو حاجة منو على رافع فيه قاعدة مريحة خاوتنا الله يبارك الكودوا تاعو شوفوا شحال عريض الله يبارك حاجة الله يبارك خاوتنا دايما الثقة لي كولر حنا كيما نقولو لكم دايما لي كولر ديسبونيب اي كولر تعجبو في محل الثقة نوفروها لكم خاوتنا. لو صالون بيلوت هذايا اللي هو معروف عندنا وتوجو حنا نخدمو في ست بلاص الساعة تاعو معروف يبقى هو 16800 واصل حتى لباب الدار على 58 ولاية خاوتنا أي حاجة تحبو تعرفوها اتصلوا بنا على الأرقام تاعنا وحنا بالخدمة 24 ساعة على 24 ساعة خاوتنا وش نقولكم في هذا كونفيرمو ما تنجمش تجي انت اتصل بينا وحنا لا بخدمتكم كاع الولايات ان شاء الله بربي خاوتنا واش نقول لكم ان شاء الله هذا رساله كيرون لينا الاعجاب وجميع الزبون اللي تخلينا كاع تبارك الله خاوتنا وحنا ماذا بينا ان شاء الله تجيو تشوفوا على المباشر خاوتنا واش نقول لكم ان شاء الله كونوا دائما خفاف عليكم كما عودكم بعد الكلام سلام.